نزلت كتير ممكن توصل لصفر في ابريل خلاص، وهتستمر شويه كده خلاص. انت ليه بتعمل ده وليه عملت الحظر؟ لانه انت مش عاوز عدوى تجيلك من بره، انت عايز تهتم بالمواطنين بتوعك الاول، وفي نفس الوقت انك بتطهر المناطق السياحيه اللي موجوده عشان تعمل كويس. طب المواطنين العاملين في مجال السياحه والمجالات اللي هي ليها علاقه بموضوع السياحه دول حوالي 3 مليون مواطن. ده غير المصانع، ده غير لا لا الكل الصناعه كلها صناعه السياحه كلها 3 مليون. حوالي 3 مليون مواطن. فحصل فيه مشكله كبيره دي واحد خلاص، ده قطاع واحد. قطاع الطيران لوحده خسران حوالي 2.5 مليار جنيه، الطيارات واقفة في العالم، ودي أزمة عالمية مش خاصة بمصر، يعني أنت جزء من العالم مش أنت لوحدك اللي بتخسر. الدول الكبرى المهمة اللي عندها إمكانيات أكتر مننا في وقت معين لما دخل الموضوع عندهم في السيناريو الأصعب اللي هو عدم السيطرة، رغم كل إمكانياتها الاقتصادية اللي أحسن مننا بكتير، عندها مشكلة كبيرة جدا. صحيح. والدول التانية اللي هي الشريكة معاها تخلت عنها، انا مش بقصد مش هقول اسماء، انما ده اللي احنا بنقراه في المشهد الدولي النهارده. صح. وبالتالي انه في الازمه دي محدش بيساعد حد، كل واحد قاعد في مشكلته، ولازم نبقى فاهمين ده كويس. يعني لو الامور تطورت عندنا محدش هيساعدنا، احنا محدش بيساعد حد في الوقت ده خالص، كل دوله قفلت حدودها، كل دوله بتبتدي تشوف هتتعامل ازاي مع هذا الموضوع، وكل مكان بامكانياتها الذاتيه كل ما يبقى افضل. مزبوط. خلاص زي الرئيس ترامب كده راح جاي واخد قرار يعني يشبه قرارات الحرب كده، انه المصانع الكبيره هتشتغل في انتاج الفنتليتور او اجهزه التنفس الصناعي، لان هي المشكله الكبيره اللي عندك هتبقى في اجهزه التنفس الصناعي. وهل ده وارد عندنا نفس القرارات؟ ما هو انت بقى انت في السيناريو الثاني انت ماشي كويس. طب مش انا برضه هاجل معاك السيناريو الثاني او المرحله الثانيه، خليني ننجز المرحله الثانيه. يعني اذا انت هنا في المرحله الثانيه، انت في اي منطقه في المرحله الثانيه؟ انت في وسطها. في وسطها اللي هي بتعمل فيها ايه؟ بتعمل فيها حاجتين، اما او انت خلاص عزلت نفسك، بقيه المصريين بس اللي موجودين كويس. بيتوقع احد سيناريوهين داخل المرحله الثانيه. اولا الهدف بتاعك ايه في المرحله الثانيه؟ انك بتطول امد المرحله الثانيه قدر المستطاع. يعني لو هي بتقعد اسبوع لا احنا عايزينها تقعد 3 اسابيع. لو هي بتقعد شهر لا عايزينها تقعد 3 شهور. بمناسبه ايه بقى؟ ليه بقى يا فندم؟ لانه ده بيخليك اولا منتظر انه المناخ يتغير والدنيا تبقى افضل عندك في موضوع درجه الحراره يعني، والناس تبقى فهمت اكتر، وبالتالي كل واحد يحافظ على نفسه اكتر. والاهم انه العدد ينحصر ويبتدي يا اما يقل يا اما يثبت خلاص. ففي الحاله دي هيفضل في، ما انت العدد ده مش كله بيبقى عيان على طول، انت في عدد نسبه شفاء، نسبه بتشفى، وانت عندك نسب الشفاء بتاعتك جيده جدا جيده جدا. نسب الشفاء في مصر جيده جدا. ده خدت تقارير منظمه الصحه العالميه الاخير اللي طلع من يومين ثلاثه. هم جم عملوا زياره هنا في الفتره اللي فاتت وطلعت نسبه الشفاء، وهم قالوا ده في البيان بتاعهم، واذيع حتى في الفضائيات وفي وسائل الاعلام بتاعنا، واشادوا بالاجراءات اللي مصر واخدها. اللي حصل ايه بقى؟ انه احنا بنطول الامد ده، ويحصل حاجة من الاتنين، ان يثبت او ينخفض كل ما تطول الامد ده انت بتستفيد من حاجة مهمة جدا. ايه الاجراءات اللي تفرق بلد عن التانية؟ انا ذكرت لك في المرحلة الاولى انه السيدة السائحة الامريكية اللي من اصل تايلاندي دي جت وقلت لك انها قامت بعدوى او بنقل العدوى الى 56 شخص. حصل؟ طب انت تسالني بقى انت عرفت ازاي ان هم 56؟ طبعا مش انا يعني، ده جهود وزاره الصحه. ولازم وتاني بتمن جهود وزاره الصحه في هذا الموضوع، ورجاله والاطباء. من ضمن الحاجات المهمه هي قدرتك على التتبع والتقصي للحالات. انه انا النهارده قابلت الاستاذ حمد رزق فوقفت معاه خلاص، وبعدين الاستاذ حمد رزق قابل فلان وفلان وفلان. انت هنا في التقصي بتتعامل مع ده شغل مباحثي. شغل المباحثي والمخابراتي. يعني واضح ان الاجهزه الامنيه متكامله تماما، كل دوله بتتعامل يعني ما شاء الله يعني. يعني خلاص، يعني انا اقصده ان الاجهزه الامنيه ايضا بتلعب دور مهم جدا في التقصي. بالظبط كده. فانت النهارده عندك في اجراءات انك انت رقم واحد انك قادر على تتبع الحالات كويس ونقل العدوى كويس، ده بيخليك انت مسيطر على الموضوع كويس. تمام. الجزء الثاني انت بتتعامل في الاجراءات ازاي؟ بيواجهنا بعض المشاكل عشان برضو نكون بنتكلم. لا ده مهم في الصحة والغلط. مهم انه في ناس ابتدت يجي لها ما يشبه الوهم،
انه موهوم انه عنده كرون، عايز يروح المستشفى على طول وعايز يشوف هو عنده ايه والكلام ده كله. وفي ناس بتتاخر جدا جدا، خايفه برضه، وخايفه برضه من العزل، من العزل، فبيتاخر جدا فبيروح بعد ما بيكون فات الاوان، بيكون في حالته وحشه. وجزء كبير من اللي حصل عندهم حالات وفاه كانوا بالشكل ده، لدرجه ان في ناس راحت المستشفى اما خدوا منهم العينات على بال ما طلع النتيجه كانت توفى خلاص. طيب ما هو انت الناس مش على نفس المستوى الثقافي خلاص. برنامج زي اللي حضرتك بنعمله دلوقتي ده، ده جزء من فكره التوعيه، لانه لازم الناس تبقى فاهمه احنا بنعمل ايه. بيواجهنا بقى مشاكل تانية، انه احيانا بعض، ورغم الاستجابة الكبيرة من المواطنين معانا، انما بيطلع بقى بعض الفيديوهات اللي غرضها التشكيك، وبعض الناس بتحاول تصدقها، يعني انه لا ده في كذا وبتاع، وفي ساعات يجيبوا حد يلبسوه دكتور ويقول كلام برضو مش صح بيحصل بيحصل في تلفيق وفبركة في كتير خلاص كتير. وبالتالي